هل يجوز أن أناقش تفاصيل ليلة الدخلة مع خطيبتي؟ السؤال يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما والحمد لله خاطب، لم يتبقى لي إلا فترة بسيطة وأتزوج بإذن الله. وحقيقة كنت أود أن أسأل: هل يمكن أن أناقش تفاصيل ليلة الزفاف مع خطيبتي أم لا؟ خاصة وأن المعلومات عن هذه الليلة ليست بسيطة، وهل لي أن أسأل بعض من سبقوني في هذا الموضوع أم هذا حرام؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن المخطوبة غير المعقود عليها تعد أجنبية على الخاطب حتى يعقد عليها، فلا يحل له النظر إليها ولا لمسها، إلا أنه يجوز التحدث معها إذا دعت إلى ذلك حاجة، وتم الحديث دون خضوع بالقول أو تلفظ بكلام يأبه الشرع بين الرجل والمرأة الأجنبيين، وليكن باحتشام وبعد عن أي عبارات تخدش الحياء كالغرام والغزل ونحو ذلك، لأن الخاطب بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. وعليه فلا يجوز لك الحديث معها عن تفاصيل ليلة الزفاف، ولتعلم أنه استدراج الشيطان، وماذا عساها أن تفيدك في هذا الأمر. أما إن كنت تريد أن تتعلم في هذا الجانب، فننصحك بقراءة الكتب: كتاب آداب الزفاف، كتاب تحفة العروس، كتاب تحفة العريس والعروس في الإسلام، كتاب أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، مقومات السعادة الزوجية، ورسالة إلى العروسين،